شوفي اخ يا ابو طليب ضمير. شوفوا جميل ضمير طلبني ضمني ضمير يا ابو طليب. مين جميل؟ ما غيره يلي بعته البيت. ايه لا تقوم بدك تقلب عليه لانك بعته البيت. علقت انت وياه؟ لا ما بنسين هيك. وليش لك ما رحت تشكيت عليه مدام ضربك؟ ما انا قلت قبل ما اروح اتسكي عليه بالمخفل. ايوه قلت بدي عند اخي وحبيب قلبي ابو سليم بما انه صاحبه بيعرفه. هو بيقول لي ابو سليم شو بتليدني اعمل يا ابو سليم؟ انا بعمل بالاول بدك تحكي لي شو القصه لحتى انا اتدخل. انا راسي هيك رح بحكي لك. ايه شو انت اولا شايفك عم تمشي؟ ما شبك شاف يا خيي ابو طليق اسمع القصه وما فيه. شيل هالصوره معلم. فلتها بقلبي لك قلت لك سيل قلل بالبيت وفلت الصوره بقلبي بتلطح بتقلي سيل الصوره يا معلم فلتها. حاضر حاضر شيل الطاوله. سيل الطاوله. شوف يا بيي انا ما بعت الغلاط ولا بعت البيت لاني بدي بيعه. انا مديون علي مصاري كثير للعالم احسن ما يروحوا البيت ببلاش. ما تبعته يا بيي بعته. بس شوف شوف وفتح عينك مليح مثل ما قلت لي انا سواه. قلت لي يا فهمان بدك تخليني معلق صوتي بالحيط وعصيله من الصالون. قلت لك ايه بأملا صح صح هذا اللي طال تليه لدمي مصاري بطاعت البيت. بس بدي خليك هون صلت عم حكيك انا صادق دغلي معلم. العتالي خلصوا كل الغراض بالسيارة بعد ما نطلع شيء؟ لا ما طلعتي. شيل هالصورة. لا الطولة عتالي اللي طلعت عدنني يا ابني. قلت لك الطولة فلت. طيب ما هو ما حرام تخلي المرحوم لحاله؟ لا حلو حلو هي خلي حلو حلو بيتبهني كتير بي حبيبي ما أحلي. مين؟ أنا جميل اشتغل بيه. سيد جميل يا ريس. أهلا بيه. أهلا. أدنك فضيت البيت بسرعة. أنا قلت لك التلاتة يعني التلاتة بيكون البيت فاضي نظيف. برافو. ما في سيبنه. وشو هيدا اللي بالحيط هوني؟ هيدي صوت المرحوم ولدي. وليش ما أخدتها؟ ولو هيدي الصورة اللي اتفقنا إنه لازم تبقى بالبيت وبالصالون. يا حفيظ. شو؟ ما عاد بتعرف؟ يا فهمان أنا افتكرت بدك تترك لوحة مش صورة مثل هيدي. إيه إذا ما عاد بتعرف بطل. بصراحة؟ أيوة. أنا قبل ما أتفق أنا وياك لو شفت الصورة ما كنت اشتريت. شو هلا؟ وهلا فيك تبطل، امشي لنبطل. لا لا ما قصدي يعني ما قصدي هيك بس ما تقلي. كل شيء واضح. أنا اتفقت أنا وياك عند كاتب العدل وعملنا الكونطلع. على أساس بدي بيعك البيت ويبقى بقلب البيت بالصالون بالحيط صولة الملحوم والدي بتبقى. وإذا بدك تسيلها من محله أو تلغي موضعها بدك تترك البيت بدون ما تاخد ولا فلانج خلال اسبوع. صح ام لا؟ صح. ايوه صلي. وهيدا المفتاح واحد لبرا واحد لبنانه واحد لهون. شكرا. تيجي مثل ما وعدتك خليتك معلق بالحيط صوتك مثل التمام ما حدا يستدي دعدعه يا بي. اتجوزت وعندي وصية اللي بعدهم عزابي. اتجوزت وعندي وصية اللي بعدهم عزابي. يشوفوا الدنيا وجمالها خلوا الجازي بحالها. شوفوا الدنيا وجمالها خلوا الجازي بحالها للي راحوا ضحية يا بيي.
للي راح وضحي للي راح وضحي للي راح وضحي للي راح وضحي شوز بيكون اخوان بالمية مية يا بيا اخوان بالمية مية اخوان بالمية مية وتوت وعنده وطي وللي بعده عزابي حبيبي يا ابن اطلع. كيف شفت اللي هذا التعبان صاير صوته عم يحلى ولا كيف؟ مليح. فوت حط العود ابو اطلع. طمني انت شو قال بعت البيت صحيح؟ ايه معنا البيت ولا نعمل إنا بدنا شوية مصالي. أيوة. مثلا ندبلنا مطلوع عمل يكون مرتب. لك يا فمان واحد عنده باب مستور فيه بيروح ببيعه. شو بدنا نعمل؟ بدنا ندبلنا شغلة تليق بالمقام يا أبو سليم فمان صار غشتك كان. ومتري شو يعني حابب تشتغل؟ تفتح لك محل مشروع تشتغل شا شو؟ أيوة أيوة نفكر بمشروع كبير كتير. شو هو؟ بدي أعمل صالون حلاقة يا أبو سليم. صالون شو؟ حلاقة. يا فهمان إذا شغلي ما بتعرف تشتغل فيها لا تشتغل فيها بيكون أريح لك وأصدر لك. بعلب 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 اللي بيشتغل بشغلي غال شغلته بيشوف علي غال علته. أيوة بس أنا هون مخ واسع كتير. ها بدي أعمل هالمشروع يا مشروع غيله. في عندك في مشروع تاني؟ أنا يا فهمان بالمشاريع ما عندي. أنت شو رأيك تشوف لك مشروع أنت غير هالمشروع هذا؟ غال هالمشروع؟ أيوة ما عم يطلع ببيلي غال هالمشروع أبدا يا فهمان. شو رأيك انه نتعهد حفلات انا وياك؟ كيف يعني؟ يعني نشتغل بالتعاون الحفلات، انا بغني وانت بتسجل اشرطه كاسيت وفيديو. يا سلام. شو رأيك؟ ولا ابو نطلع. ايوه وبربح مصاري كتير. بتربح كتير؟ الا عمر ملا مطلوع طمعان فيني يا ابو نطلع. بدك تصلح لي مطليتي؟ عمي علمك علي يا ابو سليم، انا بعرف اعمل مصليح لوحدي. انتوا يا طماعين انت وابو سليم قبلكم. لك روح. حاضر. مين؟ انا يا اختي تحي. زوجك هون سيد زميل؟ لا بعد ما اجى. طيب افتحي لي شوي،
بدي فوت صف الصلاة إذا بعد ما وصلت ولا لسه؟ بس يجي جوزي على البيت بتفوت. إيه طيب بس بعد ما حلت الصلاة. الصلاة بعد ما حلت. عندك عم قلك. إيه؟ بس يجي جميل على البيت بتفوت. إيه طيب بس أنا متزايد إذا بدي صف الصلاة لسه صغيرة هونيك بالحال. يا خي ما فيك تفوت على البيت، عم قلك جميل مش هون. طيب بس يجي جميل قليله إذا يصف الصلاة. طيب طيب. وملقى زي بعدين. مش معقول شو في ناس بلا ذوق. آه يا حبيبي يا نعم. سلام يا نعم. سلام مرحبا يا أبا سليم مرحب هلا يا سلام يا شكري يا سلام بعد ما خلص الشهر إذا كان حضرتك جاي تقبض أجار المحل إذا بتريد من هلا أو رايح ما بتقول شكري الأستاذ شكري الأستاذ شكري خير شوفي الأستاذ شكري خير أنا يا أبو سليم إيه؟ أنا اعتبرني من هلا أو رايح شكل تاني أنا المطرب الكبير شكري شكر الله يلي هيعمل صرعة في عالم الطرب والغناء آه حبيبي أنت فين والحب فين ظلم قلق شبك شبك حكي معي هلأ بقى شبك في إطباع تصرعنا شوفي شوفي شو قصتك شو شايفك مقلوب فوقوني تحتيني أشوفي اللي فيه يا أبا سليم أيوة امبارح أنا وقاعد هيك عم دندن عم أحلق دقني أيوة لأول مرة بحياتي أيوة طلع صوتي لحوله صرت غني أنا أيوة طار عقلي بهالصوت الجميل أيوة اسم بحياتي كلها ما سمعت صوت لا أحلى من صوتي ولا ولن يمكن أن أسمع أجمل من صوتي أبدا فأعجب دغري بصوتي قلت يا شكري ليش يا حبيبي ما بتروح بتعمل مطرب وبتغني وبتطلع ملايين ملايين من الليرات وبصير مطرب مشهور يا شكري أنا حاسس حالي إذا غنيت يا أبو سليم بدي أعمل صرعة في عالم الطرب والغناء يا شكري نعم أنت معك مصريات وعندك عقارات وبنايات وممكن تقدر تعمل كل شيء بهالدنيا بس تعمل مطرب وتغني هيدي شوية أنا بفتكر إنها صعبة شوية عليك معلوم غيري ما بتحب حدا يطلع مغني أيوة. بعرفك على كل أنا ما جاي استشيرك أنا لما بدي استشير بستشير موسيقار كبير ما بستشير أبو سليم شو بيفهمك بالطرب أنت بتبيع آلات موسيقية أيوة. شو لك علاقة بالطرب الطرب اختصاص هلأ جاي من بيتك تتسمعني هالقصيدة ها وبدك تغني عود 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 بسرعة طلعت 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 معي لك شو هي طلعت نغمة هلأ في راسي ما عندي عود شو ما عندك عود بدي ادفع حقه مصاري ها هلأ صارت معقولة انت ما بس مطرب انت من اشهر المطربين كمان يا ليلي يا ليلي يا ليل يا سلام يا سلام قلي بصراحة كلمة يا ليل سامع اسم مثلك بدك رأيي؟ نعم؟ لا انت قلت شفت كيف انه الاحساس بدك تعجب بالغصب اللي عنك بهيك مطرب اتفضل اوعى تكسر العود على مهلك حقه موجود قديش بدك حقه عشرة خد عشرين فهمت؟ حسمعك هاللحن هل طلع معي لحن شاعري لأول مرة يغنى بس قطعة صغيرة مشان ما تسرقه سمعنا تتداخل ابدا بشي ما بيعنيك تكسب لك سمت بدن من شي ما بيرضيك لا تتداخل ابدا ابدا بشي ما بيعنيك تكسب لك سمت بدن من شي ما بيرضيك شوف بإذنك اسمع بعينك شوف بإذنك اسمع بعينك شو بدك بقالو قيل يمكن تشعل دفتيل شو بدك بقالو قيل يمكن تشعل دفتيل وبيقولوا انت السباب وما بتخلص بميت برتيل ولك شو بدك بهالشغلة يا سلام يا سلام لا 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 بدك تصير
يا سلام تفضل مستير تقلي زي ما صوته ما باين ايش السرعه كيف شفت هالصوت انت مزوق بعرفك ابو سليم ما بياخذ رايه انت بتفهم بالطلب يا فهمان صوت مفتخر يا ابو سليم شو رايك فيني كمطرب في عالم المستقبل مطلب قبيل وبده يصير لك صولات ودولات يا سيد تقلي شكرا يا فهمان ذكرني انا ورايح اعطيك 10 ليرات هديه مني لك شكرا يا سيد تقلي ابو سليم بعد ما بيعرفك منيح عارف يا ابو سليم الله ما الله سمعته لتقلي قامت العالم كله لقطت بالطليق قالوا مثل توفيه والعالم تلقوا صوف دخل واحد وقع بمصيبه عم يولول الا ولوين صوف بيعرفها كثير تقلي يا حبيبي اسمحني تقلي بس احكي كلمتين انا واخي ابو سليم اتفضل اتفضل يا كبير يا مطلب يا حبيبي عليك يا تقلي يا خي ابو سليم انا قصدك بخدمه شو في؟ بدك تفهمني هذا اللي اسمه زميل ايه ما كل ما بدي روح لعنده على البيت انا مثلا اعمل زياره للملحوم ابي ايوه يجي يقول لي هلا مشغول وهلا مني فاضي وهلا بعد شوي احسن ما اعمل له لواء وحاطط ودفعت وضللها لك روح خذها اعملها وروح هلا ما هيك الصلاه بين احنا وياه انت بدك تصدق معه طيب انا بخلي اشتغلي معه يا استاذ سكلي نعم نعم اتركني عم اكتب لك الجمهور كيف عم يعطيني مثلا الموضوع هيدا انت ما بدك تخلي هالموهبه الفنيه هالطاقه تفزلها في العالم وكيف بدي سجلها وتصير مطلب عالمي يعني كيف قل لي انت عندك خبره انتهي معي لله تفضل لعمل لك احلى حفلات يا سلام بيقوم لك الجمهور العالم كله عم تزقف وتقول المطلب الكبير المطلب ثقلي هذا ما في منه هيلته يا سلام ابدا طنش دري ولا اي غطا مرحبا سيد جميل مرحبتين نعم أمر تفضل هودي شو هال؟ حامود وسكر لشو هال؟ هودي الغراض بيعتهم المعلم فهمان من شان المناسبة لك شو بدي أعمل ليموناضة أنا وشو المناسبة؟ ما بعرف هو هيك قال لي من شان المناسبة بدك شي غيره؟ خاطرك يا ناس يا ناس معقول مرحبا سيد جميل تفضل يا سيد والحكايه رايق نطلع فيها نعرف شو فيها نطلع فيها نعم امر من الشر يا سيد نبي نعم على شو طول بالك على الدنيا حضرتك عندك كلاسي عندي 10 ما بكفي قصده مثل ازاي تدبر لي 70 80 واحد كون ممنونك انا ولشو الكراسي؟ مثل ما بتعلي اليوم بالثائب الذكرى السنويه للملحوم والدي ذكرى السنويه وهون جاي تعمل ذكرى طبعا يا سيد زميل لكن وين؟ هون هون الملحوم بيغلي وهون عاد وهون تلف يا بس طول بالك كان يحطني بحضنه ويقول لي بابا يا بابا يا بابا يا حبيبي يا بابا يا حبيبي يا بس طول بالك بس يا حبيبي بس انت وياه هش سكوت يا جماعة انتو كلياتكن واعيين ومدركين اسمعوا شو بدي قلكن كل هالأعمال اللي عم تعملوها هيدي بدع وبعدين هيدي بشريعتنا مرفوضة وممنوعة لا تجوز وبعدين سؤال يا سيد فهمان المرحوم اديه صره متوفي شو القصة؟ سألناك سؤال جاوبني معلش طول بالك اديه صره المرحوم متوفي 34 سنة صاروا 34 سنة فهمان تفضل لحتى قلك وخد الشباب معك وفلوا من هون وما حدا منكن يفرجيني وش عامل لك الصلاة والجماعة اللي معك
قوموا يا شباب. يلا من غير ما تروح. شو خلاص؟ ولك يلا برا. قوم لك ضمين برا. لقلي يا ضمين عم تحكينا الحكي برا. عم قلك اذا مخليك ساعة واحدة بهالبيت ما بكون انا فاهمك برا. قولي ابو سليم موجود؟ شو بتريد منه انت كمان؟ عايزه ضروري. يا ابو سليم. أوه. ابو سليم. نعم نعم تفضل. اهلا 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 ابو سليم. كيفك؟ جميل كيفك يا ابو سليم؟ هي. انا واقع بمشكل وما لي غير انت تخلصني منه. شو هو هالمشكل بقى يا اخي؟ انا اشتريت بيت من فهمان. بعرف في بنك بالعقد حاطه ايه انه في صوره المرحوم والده معلقة بالصالون، إذا منشلوا إياها يفسخ عقد البيع. وأنا بدي أشتري البيت من فهمان. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا شكرا؟ على كل يا جميل، اتركني أنا شوف فهمان وأتصرف معه، ما بتكون إلا مبسوط. بكون ممنونك يا أبو سليم، بخاطركم. مع السلامة. أيوة أيوة أيوة. منيح هيك؟ لا لا لا، كمان زلت وعي. دلتني فين هيك تنتهي دغلي. ايوه لهون 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 شوي لهون. تكره. ايوه هيدي هيدي. شوف اوعى اوعى تسكر زي ساعة انك تصير الصورة من مطلعها. حاضر. عمر حاضر. يا بي يا بي يا حبيبي يا بابا يا حبيبي يا بابا. شو هالشغلة اللي جبت لي اياها؟ لك شو بتريدي اعمل؟ هيك كان الشرط من الاساس. هيك ليش؟ شو في؟ عمالك عمالك شوي لقلك انا. ما تفتح الباب قبل ما تعلق الصورة. تفضلي. حاضر حاضر حاضر. مين؟ أنا أنا. شو في؟ أيوة في شي؟ لا سلمتك بس بدي أتأكد من الطلع. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. لا يا جميل، لازم تشوف لك حلي لهالصورة قبل ما تعلق صورتي جنبها. تركيني فكر شوي لشوف كيف بدي لاقي لي حلي. وين ابو سليم؟ توفي ابو سليم. انا لو ما انت دخلت انت بالموضوع انا ما كنت برضى. موضوع شو؟ موضوع موضوع صوره الملحوم. انا بصير صوره الملحوم لو ما انت فت بهالموضوع ما ممكن كنت وافق معك ابدا قطعيا. رجعت عنده على البيت لزميل وعلقت الطوله. لك يا فهمان البيت وبعته. وشو بدك فيه بعد بقى؟ حتعمل لي مثل مسمار شح اللي علقه بالحيط وكل ما بدي روح يجي بدي يشوف هالمسمار؟ هلا هيدا كان الصوت وهيك كانت البيعه. ما عاد ابو يلوح يطلق البيت ويلوح. يلا مرحبا يا شباب. اهلا اهلا جميل. فهمان ابن حلال. صوفي مختصرها يا خي ما في شيء. اسمعني شوي روق. لاي في لجنه يا ابو سليم لتكريم المصور والرسام كرياكو. تفضل. عما تجمع شو في عنده صور ورسمات عم تجمعهم كلهم منشان تعرضهم بمتحف بيحمل اسمه. ومينو هذا الرسام كرياكو بقى والمصور؟ ولو يا ابو سليم هذا رسام مشهور. ما بعرفه انا. لخي يعني. مالنا ومينو نحن وشو دخلنا فيه للرسام؟ لا شو جايبنا قال لي وين؟ روح على شغلك. يا خي روق شوي. بالصدفه فاتت لعندي هاللجنه على البيت. ايوه. وتطلعوا هيك شافوا صوره المرحوم والده لفهمان. ها؟ مينو صوروا اياها؟ المصور كرياكو. كرياكو هو مصور العبيد. نعم. قد ما اعجبوا بالصورة طلبوها مني، قال هيدي بدنا ناخذها نحطها بالمعرض. قلت لهم ما بقدر انا بت باي شيء من غير موافقة الاخ فهمان. صورة الملحوق. نعم. وهذا المتحف ما تتصور قداش بفتلوا زوار. يا بي يا بي يا بي.
لك هلا رولا فاهم منه شو عم يقول. بأولته كان ولده وباخرته صار فلده. هذا المتحف بتعمه زوار كتير، يعني كل يوم 2000 3000 5000 10000 زلمه كل يوم. وعم تحكي؟ اي نعم. وبدهم ياخذوا الصوره على المتحف. بدهم يحطوها المتحف طبعا. ابي كلتي بده يكون هو كل المتحف. يمكن صوره الملحوم ابي. طبعا يمكن تطغي على كل صور المتحف. تفت ابي تقوله عندي ابو سليم. الو الو. الله يرحمه. نعم. بس بدهم يعطونا على الشغله. بصراحه اجوا يفاوضوني اني بيعهم اياها. ايوه. قمت انا فكرت قلت لا، لازم اتفق انا وياهم على نسبه مئويه. اضبط نهار طبعا، لانه هذا المتحف يمكن ينقلوه لبلد تاني لبلد تالتي لبلد رابعه لبلد خامسه. ما شوفت كيف انت بتعلق اكثر مني طبعا. انا ما بفهم بهالشغله، انت نولني يعني على احسن على النسبه المئويه احسن. ديروا العالم كله طبعا، كل العالم كل العالم بدنا نتفق بالحوم ابي. ويب الله هيدي هيدي لك هيدي ابو لبابي. ما يقوم ياكلونا وانت يا خي ما يكلك فكر، انا موجود ها. انت بتفوضني انا اتصرف باسمك. اتصرف يا اخي اتصرف. مرعوب ابي صورته بدها تعلق بالمتاحف حتى مليون حتى العالم كله. ايه مضبوط مضبوط. وانا ما بقدر اتصرف من عندي الا ما اخذ توكيل بخط ايدك. اعطونا ورقه اعطونا نديروا ورقه للنسان. فهمين ما بيصير ورقه هيك برانيه. احسن ما ياكلك اوانطا يا بتعملها عند المحامي. يا عم كيف العدل، انت ذكي وبتفهم. هيك فكلك مهار. لكن ما تكون اخذت عني فكره انه انا بدي بيع ابيها. لا انا بعرفك. اوعى لو يا فهمان سليمة الملحوم. انا بملي الدنيا كلها لما تبيعوا صولة الملحوم. انا ببيعها لك. بتبيع المرحوم ابو لا يا ابو سليم. لا يا ابو سليم. تعال تعال تعال. معلش 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 طول بالك. قلت له عند المحامي بنعملها هونيك اضبط. ما ما عندي مانع وانا المصاريف علي. لا 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 اعطيني من عقلتي لابو سليم. ما بعت البيت له. وين رحت بالمصري؟ لا والله على المصري حامل المصاري. انت انا معي مصاري ما يكلفك. تفضل تفضل يا بي من وين انا يا حاضر. مين؟ انا فهمان. زوجك موجود ما هيك؟ نعم موجود. يا حبيبي وين الصورة؟ اخذتها للذنب؟ لا لا. لك وين الصورة؟ راحت على مصلحة التنظيفات. شو هالحكي هذا؟ شو مصلحة التنظيفات؟ شو ابو فهمان؟ يا هذا؟ يا 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 شو عم بتسمعوا يا سيد سمير؟ شو اللي عم بتسمعوا بس؟ شو القصة؟ وين الصورة؟ راحت لوين راحت؟ على المتحف. أي متحف؟ متحف التنظيفات. طيب دي دي؟ لا يا سيد زمين معي ما تعمل أعملين. لا يا فهمان معي ما بقى توقف وتهدد. ما تنسى الورقة والتنازل اللي عملت لي إياها. قولي 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 مضبوط مضبوط. فهمان امشي اطلع برا ومرة تانية إذا بتفوت على هالبيت إجراك بكسر لك يونا. إيه متبقى بليد. بس قبل ما تروح طول بالك خدي المرحوم معك. اخذوا معي. يلا لشو برا. يلا برا. ما تاخذني ما تاخذني يا خيي ما بقى. هلا ارتحنا. ارتحنا يا ابو سليم. لحنا لعنده ملا تاني. قام نزع ملا تاني كمان قتلني. طيب وليش ما رجعت تشكات عليه؟ ما لحت على المخفى. ايه. والسكات عليه. ايوه. قالوا لي شوف. ايوه. اذا مله تانية بدك تزي لهون بدنا نحطك بالحبس. طيب والاتفاق اللي عملته انت وياه شو صار فيه؟ ما هون المسكه. ايوه. انه الاتفاق انا ما قلت لك عملت له ورقه ضد الورقه الاولانيه انه بيسمح له يستعمل الصوره وين ما بده. ايوه. من كتر مني غصيم ورقه لغيت ورقه. ايه خرجك لك ايه. والله شو بدي اعمل يا ابو طليق؟ ما بعرف انت شو بتلاقي الحل. انا عم فكر صلي يومين ثلاثه. ايوه طلع معي حل. شو هو بقى؟ انا فكري يا ابو سليم علق صوره الملحوم عندك هون بالمحل. ايوه هذا اللي ناقص. تعلق لي صوره بيك هون عندي بالمحل ويلا تصير رايح جاي رايح جاي تشوف لي صوره بيك. لا حبيبي. طيب شو بدي اعمل يا ابو طليق؟ انا برايي في حل تاني. شو انا بعمله؟ وقف لقليل. وقف على باب المحل. هون؟ ايه. لح شغلك عندي اعلام. اعلام؟ ايه. سيك لقليك. حط لي صورة المرحوم بيك هون. ايوه. أها. ايوه. يا حبيبي يا بيك. مسيك هذا بايديك. لسوه.
وهون هلا صرت مانيكي، حط لي هالطبلة هون. هلا صارت الناس بس تمرق من هون يشوفوا هالمسطرة والمسطرة ويلاقوك حامل هون بإيدك، بيلاقوا انه في عندي اعلام، بفوتوا بصيروا بيشتروا اكتر وبدفع لك انا بالمية عشرة. شو رأيك؟ مثل ما بيريد الملحوم يا ابو سليم.